1944 إحدى المحطات الرئيسية في تاريخ الكفاح الوطني الذي خاضه العرش والشعب المغربي بقيادة ملكه من أجل حرية الوطن. لهذا وبكل مظاهر الاعتزاز والإكبار تشارك مؤسسة جوستاف إيفر إدارة أطرا تلاميذا وتلميذات الشعب المغربي وأسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير يوم السبت 11 يناير 2020 الاحتفال بالذكرى 76 للحدث التاريخي البارز والراسخ في ذاكرة كل المغاربة، وذلك بالتعريف بأسباب تقديم هذه الوثيقة والمطالب التي جاءت فيها وموقف الحماية من هذه الوثيقة. بعد أن أعطى الرئيس الأمريكي روزفلت وعدا للملك محمد الخامس بمساعدة المغرب في حصول على استقلاله في مؤتمر أنفا سنة 1943 بالمغرب وخلال الحرب العالمية الثانية، أكد الملك هذا الوعد للوطنيين المغاربة وقاموا بدورهم بتهيئة عريضة الاستقلال في 11 يناير 1944، وقد وقع عليها أكثر من 44 وطنيا من بينهم امرأة وهي مليكة الفاسي وبعض الشخصيات البارزة في تاريخ المقاومة مثل محمد الفاسي، بلافريج، أحمد المنجرة، الرفاعي، المصطاصي الذي يعتبر أصغر موقع، جلالي بناني بن بركة وغيرهم من الوطنيين الأحرار. وقد سلمت هذه الوثيقة إلى سلطات الحماية الفرنسية، كما تم تسليم نسخ منها إلى المقيم العام غابرييل بيو وإلى القنصلين العامين لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة وإلى جنرال ديغول وسفير الاتحاد السوفياتي. وقد دشن هذا الحدث الذي تم ترسيخه بماء من ذهب في تاريخ المغرب عهدا جديدا من خلال إبرام اتفاق تاريخي بين بطل التحرير الملك الراحل المغفور له محمد الخامس وقادة الحركة الوطنية في التعبير عن إرادة مشتركة للعرش والشعب لإنهاء الحماية والشروع في بناء مغرب حر ومستقل. وسيقدم بعض التلاميذ السنة الثانية إعدادي الذين جسدوا بعض الشخصيات التي مضت على هذه الوثيقة نصوصا منها. الحمد لله، إن حزب الاستقلال الذي يضم أعضاء الحزب الوطني السابق وشخصيات حرة، حيث إن الدولة المغربية تمتعت دائما بحريتها وسيادتها الوطنية وحافظت على استقلالها طيلة 13 قرنا إلى أن فرض عليها نظام الحماية في ظروف خاصة، وحيث أن الغاية من هذا النظام والمبرر لوجوده هما إدخال الإصلاحات التي يحتاج إليها المغرب في ميادين الإدارة والعدلية والثقافة والاقتصاد والعسكرية والمالية دون أن يمس ذلك بزيادة الشعب الوطني التاريخية ونفوذ جلالة الملك. وحيث أن السلطات الحماية بدلت هذا النظام بنظام مبني على الحكم المباشر والاستبداد لفائدة الجالية الفرنسية، ومنها جيش من الموظفين لا يتوقف المغرب إلا على جزء يسير منه، وأنها لم تحاول التفريق بين مصالح مختلف العناصر في البلاد، وحيث أن الجالية الفرنسية توصلت بهذا النظام إلى الاستحواذ على مقاليد الحكم واحتكرت خيرات البلاد دون أصحابها، وحيث أن هذا النظام حاول بشتى الوسائل تحطيم الوحدة المغربية ومنع المغاربة من المشاركة الفعلية في تسيير شؤون بلادهم ومنعهم من كل حرية خاصة أو عامة. وحيث أن الظروف التي اجتازت العالم هي أغلب الظروف التي أسست فيها الحماية، وحيث أن المغرب شارك مشاركة فعالة في الحروب العالمية بجانب الحلفاء، وقام الرجال أخيرا بأعمال أثارت إعجاب الجميع في فرنسا، تونس، الصقلية، قرصكا وإيطاليا أيضا، وينتظر منهم مشاركة أوسع في ميادين أخرى وبالأخص لمساعدة فرنسا على تحريرهم. وحيث أن الحلفاء الذين يريقون دماءهم في سبيل الحرية اعترفوا في وثيقة الأطلسي بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها، وأعلنوا أخيرا في مؤتمر طهران صخبهم على المذهب الذي بمقتضاه تزعم القوي حق الاستيلاء على الغايات،
حيث أن الحلفاء أظهروا في شتى المناسبات عطفهم على الشعوب الإسلامية ومنعوا الاستقلال لشعوب منها من هو دون شعبنا في ماضيه وحاضره. وحيث أن الأمة المغربية التي تكون وحدة متناسقة الأجزاء تشعر بما لها من الحقوق وما عليها من واجبات داخل البلاد وخارجها تحت رعاية ملكها المحبوب وتقدر حق خدرها الحريات الديمقراطية التي يوافق جوهرها مبادئ ديننا الحنيف والتي كانت الأساس في وضع نظام الحكم بالبلاد الإسلامية الشقيقة. أقرر ما يأتي. أولاً أن نطالب باستقلال المغرب وحد الشرار تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى سيدنا محمد بن يوسف نصره الله إليه. ثانيا أن يلتمس من جلالته السائر إلى الدول التي هم أمر الاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه ولوضع اتفاقيات تحدد ضمن السيادة المغربية من الأجانب من المصالح المشروعة. ثالثا أن يطلب النظام المغربي للدول الموافقة على وثيقة الأطلنطين المشاركة في مؤتمر الصلح. رابعا أن يلتمس من جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح الذي يتوقف عليه المغرب في داخله ويكل لنظره السديد إحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية الإسلامية في الشرق تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب المغربي وسائر طبقاته وتحدد فيه واجبات الجميع والسلام. كان رد سلطات الحماية الفرنسية على هذه الوثيقة قاسية حيث رفضت الوثيقة وامتنعت عن قبول استقلال المغرب وشنت حملات واعتقالات واغتيالات في حق رجال ونساء المقاومة الأبطال والبطلات مما جعل الحركة الوطنية تنتقل من المطالبة بالاستقلال إلى الكفاح المسلح. نشكر التلاميذ الذين قدموا هذه اللمحة عن هذه الوثيقة التاريخية. التقديم كان من طرف أسماء المدرسة.
التاريخ من أسباب الوثيقة وشخصياتها التلميذة شيماء مخرخة. التلاميذ الذين عرفوا بنصوص الوثيقة ومطالبها أنس حدوشان، رادي آدم، يوسف قران، أحمد ياسين أخيلة، يوسف أشرف. أما جزء رد الحماية فكان من طرف التلميذ يحيى نجار، بالإضافة إلى مشاركة التلميذة هبة إسماعيل. وهذه المشاركة كانت من تأثير الأستاذة حزنات فوغاتي التي نشكرها على هذه المشاركة.